يا يوسف، انا رايح السوق اجيب شويه طلبات، عايز ارجع عليكم كويسين. ها والا؟ لا يا ماما ما تقلقيش خالص، ده انت تؤمري من عينيا الاتنين. يوسف يا يوسف انا جعان وعايز اكل. لا لا انا مش قادر، عايز اكمل الحلقه دي. قومي يا ياسين هات له انت الاكل. لا يا عم انا هنام، روح انت هاتله ياكل. لو انا قمت عملت الاكل مش هعمل حسابك معانا. يا عم انا مش عايز اكل، انا مش عايز اكل، ولو جيت قلت لك بعد كده انا عايز اكل ابقى علقني من قفايا. ماشي خليك شاهد على نفسك بقى. يا عم انت بتقعد تعملي فيها طباخ جامد وكده، وفي الاخر الاقي خارج من المطبخ بتبقى فيه بيض اسمر كده، روح لك هو ايه ده؟ تروح لي ده بيض على الفحم. روح اطبخ يا عم، روح اطبخ. يلا بقى يوسف روح اطبخ انا جعان. ماشي يا يونس اهو معمل الاكل. الريحه الجامده دي، هو يوسف طلع بيعرف يطبخ فعلا ولا ايه؟ يا سلام عليك يا واد يا يوسف، خليه هو بقى ينام براحته، ملكش في الطيب نصيب. وادي الفراخ اللي يونس بيحبها. الاكل الجميل ده، ده الواد يوسف طلع بيعرف يطبخ، بس انا مش هينفع اكل معاه، عشان كده لازم اكل حق ناشف. ايه اللي انت بتعمله ده؟ مش انا قلت لك تيجي تساعدني ونعمل الاكل انت اللي ما وافقتش؟ طب سندوتش واحد معلش، والله جعان. بتضربني ليه يا يوسف؟ ده انت حتى اخويا الكبير. لا تصدق صرتوا فيا، يلا بقى عشان ناكل عشان تلاقوا الاكل بارد. تحبوا نبدا بمين؟ بالبرجر. الاكل جميل قوي، واهم حاجه ما تنسوش لو عجبكم الاكل، قصدي لو عجبكم الفيديو تشتركوا في القناه وتدوسوا لايك وتفعلوا زر الجرس، ده اهم حاجه عشان يوصلكم كل جديد. سلام عليكم.